الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضاه ونسيناه ولم تنسه، وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك، فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب. فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.